كيف يجهز موسيماني كتبته لهذه المباراة؟ بدأت النهاردة بالكلام اللي حصل النهاردة، كلام كابتن سيد عبد الحفيظ أكيد مع الفرقة ومع اللعيبة، عشان دي مهمة جدا. تيجي أنت في خلال استعدادك للمباراة مهمة، بتدي صدمات، أيوه، تفوق وتزود التركيز بس بدون ما يكون في مبالغة. وأنا مش عاوز أخوفك تنازل وأنت كسبان تنزل خايف، لا تخسر بالظبط، أمر طبيعي جدا في الكورة يعني، لا أحسن مننا بيتعرض للكلام ده. فأعتقد التجهيز النفسي ووضع اللعيبة وكمان معاهم برضو موسيماني بالحاجات دي بتاعته يعني عنده لقطه، بالخلاف اكيد هيبقى في مثلا الكابتن محمود الخطيب ليه دايما في الحاجات دي بيبقى له يعني مشهد مهم جدا، أيوه، في لقطه مناسبه بيدخل بيتكلم كلمتين كده مع اللعيبه. اعتقد ان هم مقدرين انه الاهلي بات قريب جدا من حلم البطوله العشره، شيء مهم جدا محتاجه تركيز 90 دقيقه فاصلين للوصول للمباراه النهائيه اللي تقام في المغرب. الكلام بقى عن الاطار الفني ده ما حدش يعرف تفكيره هيبقى عامل ايه، هل هيلعب بنفس التشكيل، هل هيلعب هيضيف ناس تانية، هل هينزل يعني هو اللي ياخد الترجي ويقول يلا بينا نخلص وموضوع حكايه خلصت من رادس. دي كلها حسابات، اهم حاجه فيها يا كابتن اسلام بيبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. طبعا توفيق ربنا، حاله اللعيبه، تفاصيل صغيره بتبقى مهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني وكمان حاله اللعيبه. اتمنى ان شاء الله يكونوا حاضرين وقدروا ان هم خلاص داخلين في سكه مهمه جدا ليهم ولتاريخهم الكبير، انه الاهلي في حته ثانيه، انه الاهلي رايح ان شاء الله كاس العالم اللي جاي، لكاس عالم الانديه. فاعتقد المساله هتحتاج يعني ما بين ال 90 وما بين 90 دقيقه 180 دقيقه كلهم على بعض ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي يكون باذن الله تعالى بطل العشره.